مساء الخير، مع حضراتكم المستشار العقاري محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الإدارية الجديدة. أنا هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن كومباوند بارك لان. هو مبدئيا المطور العقاري لمشروع العتال هولدنج. هي شركة العتال بيندرج تحتها أكتر من شركة، حوالي 5 شركات. احنا عندنا شركة أدكون، ديت بدايتها كان من سنة 83، شركة عاملة حوالي 78 مبنى تابع للسفارة الماليزية ومشاريع سكنية وسياحية. في شركة اسمها جسور، دي شركة خاصة لتصدير واستيراد المواد البناء. في شركة سباتيوم، دي خاصة للتشطيبات السفارات في الخارج. كمان في شركة اسمها اي جي دي، ديت خاصة لإنشاء العمارات الانديفيدوال في الأندلس وفي اللوتس وفي القاهرة الجديدة بشكل عام وفي الشيخ زايد. العتال هولدنج هم ليهم أكتر من فرع، ليهم في دبي وليهم في ماليزيا، عندهم محفظة أراضي في القاهرة الجديدة وفي العين السخنة وفي الساحل الشمالي. ده يعني بشكل عام كده. أنا حبيت أعمل بريف سريع عن الهيستوري بتاع الشركة والبروفايل بتاع المطور العقاري. تمام. طيب، الاستشاري الهندسي للمشروع رائف فهمي، هو معروف طبعا رائف فهمي، استشاري العامل ووتر واي في التجمع وأركان بلازا في الشيخ زايد. كمان هو استشاري لعدد كبير من المشاريع السكنية والتجارية في العاصمة. هو البارك لان هو حاصل على القرار الوزاري، اللوكيشن بتاعه تحديدا على المحور الرئيسي للآر 7، جنبيه على طول علامة مميزة الجامعة السويدية. هو قطعة D2، واخد واجهة الشارع بتاع المحور الرئيسي للآر 7، تقريبا عرضه حوالي 90 متر تقريبا. يعني هو الكومباوند مساحته حوالي 26 فدان، النسبة البنائية على 20%. احنا عندنا الخدمات طبعا، يعني هو في عمارة، هو عامل الخدمات في نظام جديد كده، انه في عمارة ديت مجمع فيها كل الخدمات، الكلاب هاوس، بيبقى فيه سنترال كيتشن، برضو بيبقى فيه تراك خاص للرياضة، ده برضو حوالين الكومباوند. طبعا هو عنده النماذج، المساحات، الشقق والدوبلكسات موجود. العمارات عنده كلها ارتفاعات ارضي و7 ادوار، وفي عمارة كده تقريبا او حاجة دي بتبقى ارتفاع ارضي و5، بس ديت مش موجودة دلوقتي. هم عندهم نماذج المساحات، الاستيديو بتبتدي اعتقد من 75 متر، الغرفتين بتبدأ من 110 متر، و3 اوض بتبدأ من 140 متر، وفي نماذج الدوبلكس بتبتدي من 205 متر. هو هيسلم المشروع بالكامل خلال 2023، ممكن اعتقد على يونيو 2023، بيبقى نص تشطيب محارة، وفي ممكن وحدات بتسلم تشطيب كامل، بيبقى فيه زيادة في سعر المتر حوالي 2350 جنيه تقريبا على سعر المتر. طيب، هم عندهم أنظمة السداد، أول حاجة بنتكلم على 7 سنين، على 6 سنين مقدم 7%، وفي على 7 سنين مقدم 10%، وفي على 8 سنين مقدم 15%. الأقساط بتكون ايكوال، متساوية، بدون أي فوائد. احنا عندنا الأسعار بتبدأ من حوالي 9500، ممكن بتوصل لحد 12، من 9500 ل 12000، ده بيبقى نص تشطيب. ويعني في حالة التشطيب كده زي ما قلت لحضراتكم، سعر المتر بيبدأ أو كزيادة بيكون في زيادة في المتر حوالي 2350. هما عاملين اوفر ديسكاونت حاليا، اعتقد ان هو حوالي 10% على عدد معين من الوحدات. عندهم المصاريف الاضافية وديات صيانة 8%، ديات ممكن بتتجدول لحد قبل الاستلام. بالباركينج بيكون تكلفته حوالي 90000 جنيه. هما طبعا فاتحين المول التجاري بتاعهم، واخد ستريب على المحور الرئيسي بتاع الار 7، عندهم التقسيط بتاعه بيكون على 6 سنين مقدم 10%، بتاخد عليه ديسكاونت حوالي 15%. المول عبارة عن ارضي واول وتاني. المساحات فيه التجاري بتبدأ من حوالي 33 متر، بيكون معاه مساحات خارجية ممكن بتبتدي من حوالي 22 متر تقريبا. سعر المتر في التجاري بنتكلم كبداية، يعني أقل حاجة بيبدأ من 60000، ممكن يوصل لحد 100000 جنيه. عندهم التجاري في الدور الأول بيبتدي من 50 متر، وسعر المتر بتاعه بيتراوح مثلا من 42000، ممكن يوصل لحد 80000 جنيه.
العيادات والإداري دي بتبقى في الدور الثاني، عندهم المساحات بتبدأ من حوالي 33 متر، ودي بتبقى يعني لو سعر المتر، لو انت عاوز تستلم نص تشطيب هيبقى سعر المتر حوالي 27 ألف. لو حضرتك هتستلم تشطيب كامل سعر المتر هيكون متوسط 30 ألف جنيه. التقسيط بيكون مقدم 10% و6 سنين أقساط إيكوال. بيبقى في صيدلية كانت 87 متر بس ديت اتباعت. الصيدلية اللي موجودة دلوقتي ديت 133 متر، سعرها عامل حوالي 13 مليون، والتقسيط بتاعها بيكون 10% مقدم وأقساط إيكوال على 6 سنين. يعني أنا حبيت كده في ملخص سريع أتكلم مع حضراتكو عن الكومباوند بارك لاند. أنا طبعا هوري حضراتكو دلوقتي اللوكيشن بتاع الكومباوند موجود فين بالظبط، وهوري حضراتكو برضو الشكل الماستر بلان بتاعة الكومباوند والديزاين بتاع العمارات. طبعا لو في أي حد عنده أي استفسار عن الكومباوند أو محتاج البروشورز بتاعة المشروع، أو بشكل عام برضو لو في أي استفسار عن أي كومباوند داخل العاصمة، يقدر يتواصل معايا من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في أول الديسكريبشن. حضرتك مجرد ما بتضغط على اللينك ده بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا، أو رقمي ظاهر مع حضراتكم. تشرفوني طبعا بالتواصل في أي وقت. أنا معاكم محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الإدارية الجديدة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. طيب أنا فاتح دلوقتي مع حضراتكم بلان المرحلة الأولى للعاصمة. إحنا كنا بنتكلم عن كومباوند بارك لاند، هو موجود في الآر 7 جنب الجامعة السويدية. دي الجامعة السويدية ودي الجامعة البريطانية، وده المحور الرئيسي للآر 7. طيب إحنا علشان نوصل لكومباوند بارك لاند عندنا الطرق الرئيسية في العاصمة، ده الطريق الدائري الإقليمي، هو بيقطع طريق السويس وداخل العاصمة وصولا لطريق السخنة. في عندنا الطريق الدائري الأوسطي اللي هو بيفصل ما بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. في طبعا برضو الطريق المؤدي لمحور الأمل، ده يعتبر ما بين مدينتي وما بين مشروع سراي، هو يعتبر واصل بيفصل ما بين الـ R2 والـ R3، تعتبر من يعني أحد الأحياء السكنية اللي هي تابعة لوزارة الإسكان وتنفيذ القوات المسلحة. إحنا عندنا ده المحور محمد بن زايد الجنوبي، هنا بتبقى فيه نزلة أو دخلة بتاعة محور محمد بن زايد الجنوبي، وهنا محور محمد بن زايد الشمالي بيتوسطهم النهر الأخضر بطول الامتداد المرحلة الأولى والثانية للعاصمة. في المقدمة هنا بيكون فيه مسجد الفتاح العليم. النهر الأخضر هو عبارة عن مساحات من اللاندسكيب والحدائق والمنتزهات والمناطق الخدمية والترفيهية بطول امتداد العاصمة. عندنا ده محور محمد بن زايد الجنوبي، احنا بنفضل مكملين عليه لحد لما بنوصل لأرض المعارض. بعد كده بيبقى هنا في ناصية ميدان، عن ناصية بيبقى في هنا كاتدرائية، بتقابلنا أول منطقة اتطرحت فيها الأراضي للقطاع الخاص للمطورين. هنا في المقدمة طلعت مصطفى واخد 500 فدان، هنا الكاتدرائية. بعد كده هننزل تحت شوية على الشارع الموازي لمحور محمد بن زايد المحور المركزي. أول حاجة هتقابلنا هنا كومباوند ميد تاون فيلا، بعد كده بوكا وكابيتال هايتس 1. ممكن كمان لو نزلنا شوية هننزل على المحور الرئيسي للآر 7 من عند الجامعة البريطانية، هنفضل مكملين ماشيين شوية لحد ما نوصل للجامعة السويدية، بعد كده القطعة بتاعة كومباوند بارك لاند. هو يعتبر واخد موقع مميز جدا في الآر 7. طيب ده برضو شكل توضيحي أكتر للبلان الآر 7، هي بالظبط القطعة ديت. هنا كومباوند أرمونيا، وهنا الأريا ديت واخدها القطعة الأولانية ديت واخدها شركة بيراميدز، بعد كده قطعة الفؤاد اللي هي بتاعة كومباوند زبان. ده شكل برضو الديزاين بتاع العمارات. أنا هوري حضراتكم دلوقتي شكل الماستر بلان للمشروع ده. المول واخد واجهة ستريب بالكامل قصاد المحور الرئيسي للآر 7، هنا بالظبط الموقع بتاع المول، وده الشارع المحوري بتاع الآر 7. هنا الشوارع الجانبية دي عرضها حوالي 40 متر تقريبا. هنا في الأريا ديت موجود الجامعة السويدية في الحتة ديت بالظبط. ديت بقى دي اسمها البيازا، ديت عبارة عن مساحة من اللاندسكيب والنباتات والأشجار، يعني هي منطقة ترفيهية تعتبر.
طبعا لو في اي حد عنده اي استفسارات عن الكومباوند بشكل عام، تقدر حضرتك تبعت لي من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في اول الديسكريبشن، او هيوصلك طبعا على الواتساب او رقمي برضو، تقدروا تشرفوني بالاتصال. شكرا.